الله أكبر، هم أبطال الجيش الحر يقومون بدخول مدينة الراعي بعد التمهيد في الهاون والمدفعية. الله أكبر، وهم يقومون في اقتحام مدينة الراعي. الله أكبر، ودحش خنازير داعش، يدحرون خنازير داعش. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله، اللهم ثبتهم يا رب. اقتحام الراعي الان الخميس، اقتحام بلدة الراعي ضد المجاهدين. يا شيخ فاتمك الله يوفقكم. يلا الله، والصلاة والسلام على رسول الله. فاتم يا شيخ، شوي هدي شوي. يا ابي 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 يا بدأ اقتحام الراعي، المجاهدون يتقدمون إلى الراعي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا يحمل. المجاهدون يتقدمون إلى الراعي. الله أكبر. بعض الأهالي ضد تنظيم الدولة. بعض الأهالي ضد تنظيم الدولة. الله أكبر. بعض الأهالي في مدينة الجزائر 8/4 ضد التنظيم. تنظيم الدولة يرد بالرصاص الحي على المتظاهرين في مدينة ضمير 8/4 يوم الخميس. تنظيم الدولة يجبر المظاهرة على الفض. شفنا العالم عم تعذب بالتابعي الخزانات والعالم عم تعذب فيهم كتير، شيل بيدونات واللي سواء بيجوا لعنا بيدوني وكذا. قمنا بهذا المشروع اني مدخل رطيم لعنا ومنشغل لهم على الامبيرات. وقت تجي الامبير مثلا من الساعة 5 للساعة 1 منشغل لهم. الساعة بناخد 300 ليرة اجرة الامبير، يعني طبعا حق المي ما بناخد. الساعة بتعبي تقريبا 4000 لتر، يعني اكبر عيلة نص ساعة 150 ليرة بتعبي له 1000 لتر. الحمد لله، والله مشروع المي كتير فادنا، يعني لو ما مشروع المي كان ما في مي طاول بالحارة. يعني الحمد لله الله يعطينا العافية، يعني كتير كويس مشروع المي فادنا كتير. الحمد لله مساعدة كويسة، الشعب عم ساعد بعضه ونساعد بعضه. ماشي الحال، بدفع أجرة الأمبير بس ما بياخذوا حق المي، بس بدفع أجرة الأمبير كتر الله خيره. ماشي الأمر الحمد لله. والله في ناس بعيد عم تعذبوا يا ولي مي، والله عم بيشتروا بالستير ستير عم بنقول والله حقه 3000 فرقه. الساعة 300 ورقة، ارتفع الموزوت برفعوه، ننزل بنزلوه، وأوقات بعبوا مجانا كمان، يعني إذا توفرت الكهرباء إجت عبوا مجانا للعالم، يعني جماعة كويسين إن شاء الله. كيف يكون المي؟ الحمد لله كافية المي. مشروع عجال الغد هو مشروع تقوم به جمعية بسمة الطفل السوري لرعاية الطفولة في مدينة حلب.
المشروع يقوم على تأهيل الأسر وتوعيتهم في مجال العنف ضد الأطفال لمكافحة هذه الظاهرة أو للحد منها. وضمن فعاليات المشروع أيضا نشاطات ترفيهية للأطفال تخص الدعم النفسي والتوعية أيضا في مجال العنف. هذا هو الأصمع يا سيدي، كيف تجرأت في مجلسنا يا أصمع؟ جمعية بسمة طفل سوري، هذا النشاط اليوم لرعاية الأطفال للترفيه بشكل مناسب وضمن سلسلة نشاطات تقيمها في مدينة حلب، وهذه السلسلة تتضمن محاضرات لتوعية الأهالي وتشمل بعض الحفلات الترفيهية التي ترفع معنويات الطفل في هذه الظروف التي حطت من معنوياته بشكل كبير. الله أكبر، حسبك كل الهابي يا أخوهم التسلل إلى نقاط السكن الشبابي. نحن الآن ندخل إلى المواقع التي حررها الثوار خلال المعارك مع تنظيم بي واي دي، بعد أن قام باستهداف شريان حلب الرئيسي والوحيد وهو طريق الكاستيلو. رد الثوار على انتهاكات عصابات وميليشيا بي واي دي والبي كي كي، وتمكنوا من تحرير منطقة شاسعة من حي الشيخ مقصود. نحن الآن ندخل إلى تلك المنطقة، وهذا هو استيراد السكن الشبابي يوضح هذه المنطقة التي كانت تتمركز بها ميليشيا بي واي دي. نلتقي الآن مع العقيد أبو عمر قائد الفرقة 16 هنا في جبهة الشيخ مقصود، يضعنا بآخر التطورات هنا في هذه المعركة التي استمرت بالأمس ومستمرة حتى الآن. نسمع أصوات اشتباكات بين الثوار وبين عصابات وميليشيا بي واي دي وبي كي كي. أهلا وسهلا بك عم أبو عمر. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بقطاع السكن الشبابي قطاع فرقة 16 مشاهد، نحن الخط الأول. هاي المنطقة تسلل إلى حزب البي كي كي الإرهابي، تم دحره بجهود فصائل الجيش الحر بشكل عام كلياتهم، فصائل حلب وفصائل جت أزرتنا من إدلب وحماة، فكل الجيش الحر كان معني في هذا الموضوع. وآخر تسلل كان إنه امبارحة تجاه طريق كاستيلو، توصلوا لقرب الطريق وتم تصدي له ودحرهم وإعادتهم إلى أوكارهم، وما زالت المعارك مستمرة لحد الآن وهننا بيحاولوا إذن الآن في هذه اللحظة قصف على السكن الشبابي. نلاحظ قصف إحدى القذائف تسقط الآن على السكن الشبابي. نعم، إذن سنضطر إلى مغادرة هذه المنطقة الآن، سنضطر إلى الابتعاد قليلا ربما حتى يهدأ هذا القصف. من على الخط الأول نحاول أن نستطلع آخر وأخبار المعارك هنا مع الأخ أبو معتز. أهلا وسهلا بك أبو معتز. أهلا فيك. ضعنا بآخر التطورات والمعارك هنا على الخط الأول، معارك طاحنة تجري، اشتباكات بين الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة، ما هي آخر التطورات هنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. بعد محاولة حزب البي كي كي الإرهابي والميليشيات المساندة لعناصر هذا النظام بالتقدم إلى الكاستيلو ومحاولة قطعه لمدة ساعتين، تم بفضل من الله تعالى استعادة المناطق التي تمت السيطرة عليها، وتم بدء هجوم معاكس ضدهم، وتم تأمين طريق الكاستيلو بالكامل، وتم الدخول إلى أطراف حي الشيخ مقصود. الآن نحن الآن قريبين باتجاه شارع 20، ونوجه كلمة عبر منبركم الحر أن معركتنا ليست ضد الشعب الكردي المتواجد بالداخل، معركتنا ضد حزب البي كي كي الإرهابي الذي يتخذ من المدنيين دروعا بشرية ولا يسمح لهم بالخروج من هذا الحي. نحن إن شاء الله سوف نبقى نقاتل ونقاوم ونحرر الحي بإذن الله من براسن هذا الحزب الإرهابي الذي غدر بظهور الثوار والتف عليهم وقام بقطع طريق الكاستيلو وبانت عمالته لهذا النظام، وقام بإنشاء في دولته المزعومة، وتم بفضل من الله تعالى إزالة حدودها كما ترى الآن، حدودها الآن تحت أقدامنا. نسأل الله تعالى التوفيق والنصر، كما نعد الأخوة المدنيين المتواجدين في داخل مدينة حلب أن دماءنا دون دماءهم إن شاء الله. نسأل الله أننا سوف نتقدم إلى دحر حزب البي كي كي الإرهابي ومن يوالي بإذن الله. نحن الآن على طريق الكاستيلو شريان حلب الوحيد الذي تمكن الثوار من تأمينه صباح اليوم بعد معارك طاحنة شنوها على مواقع بي واي دي وميليشيات البي كي كي التي قامت باستهداف هذا الطريق.
الطريق. إذا نلاحظ الآن الطريق مفتوح أمام حركة المدنيين، أمام سيارات الإسعاف، أمام سيارات الإغاثة التي تدخل بشكل يومي إلى مدينة حلب. قطع الطريق بالأمس لبعض الساعات بسبب استهداف ميليشيات بي واي دي وبي كي كي لهذا الطريق بقذائف المدفعية وقذائف الهاون وأيضا بالقنص في بعض المواقع من الشيخ مقصود. تمكن الثوار من صد هذه الهجمات والتقدم إلى بعض المواقع التي كانت تستخدم لاستهداف طريق المدنيين شريان حلب الوحيد. نلاحظ الآن حركة لا بأس بها على هذا الطريق، سيارات المدنيين تدخل وتخرج بشكل آمن. الثوار تقدموا على ميليشيات بي واي دي وسيطروا على بعض المواقع وبعض المباني العالية التي كانت تستخدمها هذه الميليشيات لاستهداف طريق حلب الوحيد، ولا زالت المعارك مستمرة حتى الآن لتأمين كامل هذا الطريق